السلام عليكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله رح نبلش بأول محاضرة من شابتر الأنتي مايكروبيال ثيرابي. خلينا بالأول اسمع نحكي صوت عن شوية مصطلحات في الأنتي مايكروبيال اسمع ثيرابي. صوت أول الفيديو. إشي الكيموثيرابي، هذا المصطلح أول مرة طلع من الجيرمان ميديكال ريسيرشر ساينتست اسمه بول إيرليتش to describe the use of chemical substances to kill pathogenic organisms without injuring the host. استخدام الكيميكال substances في التريتمنت. هلا شو معنى chemotherapeutic agent؟ أي chemical substance يستخدم في الميديكال براكتس، يعني أي chemical substance يستخدم في التريتمنت. هلا احنا بالكومن براكتس بالعادة، هلا صرنا اصطلاحا نحكي عن الكيموثيرابي اللي هي الدراجز اللي تستخدم في علاج الكانسر، لكن فعليا الكيموثيرابي هي استخدام الأدوية الكيميكال سبستانسز في اي تريتمنت وليس فقط في التريتمنت للكانسر. هلا الانتي مايكروبيال كيموثيرابي هي استخدام الكيميكال سبستانسز تو تريت المايكروبيال انفكشنز. اوكي، الانتيبيوتكس هي عباره عن كيميكال سبستانسز برودوسد باي مايكرو اورجانيزمز، يعني بمعنى اخر انا عم بحكي عن الناتشرال سبستانسز اللي بتفرزها المايكرو اورجانيزمز. شو بتعمل؟ يا اما انهبت دي جروث او ديستروي اذر مايكرو اورجانيزمز when used at low concentration. هلا ليش المايكرو اورجانيزمز بتفرز هاي السبستانسز اللي هي الانتيبيوتكس؟ بتفرزها كنوع من الكومبيتيشن بينها وبين الاذر مايكرو اورجانيزمز، لانه في الانفايرمنت في عندنا بيكون اكثر من نوع من المايكرو اورجانيزمز موجودين مع بعض، ووجودها مع بعض بيعمل كومبيتيشن على السبيس، كومبيتيشن على النيوتريينت، فبالتالي عشان تقدر انها تعيش وتتغلب على الاذر مايكرو اورجانيزمز تفرز هاي السبستانسز. هلا مع انه بدايه طلع المصطلح الانتيبيوتكس على هاي الناتشرال سبستانسز، لكن بعدين صار يضم الاذر انتي مايكروبيال كومباوندز اللي هي السيمي سينثيتك. حكينا السيمي سينثيتك، احنا بنجيب هاي الناتشرال انتيبيوتكس بنعملها كيميكال موديفيكيشن. طبعا حكينا هذا الكيميكال موديفيكيشن بنعمله اما عشان احسن من فور اكزامبل سايد افكتس معينه اتخلص منها، او فور اكزامبل الدراج ما بينعطى الا بارنترالي لانه بيتكسر في الاستومك، فبالتالي لما اعمله كيميكال موديفيكيشن بقدر اعطي اورالي، أو for example إلو narrow spectrum of activity وأنا بدي أزيد the spectrum of activity لهذا الدراج، فبالتالي بعمل له chemical modification. زي for example بعض البيتا لاكتامز هلا رح نحكي عنهم، أو totally synthetic antibiotics كلياتها مصنعة، زي for example السلفونامايدز والليكينولونز كلياتهم إن شاء الله رح نحكي عنهم. هلا أول إشي خلينا نحكي إيش هي الـ properties of ideal antimicrobial agent، وخلينا نركز هون إني عم بحكي عن ideal antimicrobial agent، يعني فعلياً هاي الخصائص ممكن ما تكون متوفرة كلها أو بعض منها ما يكون متوفر في الـ antibiotics اللي إحنا بنستخدمها، لكن أنا عم بحكي عن الـ ideal بمعنى المثالي. أوكي، أول إشي selective toxicity. Selective toxicity معناها هذا drug should harm the microbe without significant harm on the host. يعني معنى آخر أنه يقدر يقتل الـ infectious agent أو يعمل inhibition للـ growth للـ infectious agent بدون ما يأثر على الـ host. وطبعاً هذا إشي ideal. معظم الأدوية اللي إحنا بنستخدمها أو الـ antibiotics اللي إحنا بنستخدمها في إلها بعض side effects طبعاً، والـ side effects هاي بتختلف من أشياء بسيطة ل significant side effects. طبعا عشان يكون الدراج له selective toxicity لازم التوكسيك دوز، بمعنى الدوز اللي رح تسبب damage للهوست، تكون much higher than the effective therapeutic dose. The effective therapeutic dose اللي هي الدوز needed to destroy the microbe، لازم يكون الفرق بينهم كبير.
هلا عشان اعمل ايفالويشن للتوكسيسيتي تبع الدراج بستخدم شيء اسمه ثيرابيوتيك اندكس. الثيرابيوتيك اندكس هو عباره عن الريشيو بين التوكسيك دوز والافكتيف دوز. كل ما كانت هاي الريشيو عاليه بمعنى الفرق بينهم كبير، كل ما كان الدراج سيف اكثر. من اشهر الاكزامبلز على الدراجز او الانتيبيوتكس اللي كثير سيف اللي هم البنسلينز، السايد افكتس كثير قليله لهم، ومن الدراجز اللي لها نارو ثيرابيوتيك اندكس اللي هي الانتي كانسر دراجز بتسبب significant side effects لانه التوكسيك دوز كتير قريبه من الافكتيف ثيرابيوتيك دوز. ثاني نقطه preferably يكون soluble في البودي فلويدز، وهذا بسهل عمليه البنتريشن للبودي تيشوز وبتسهل عمليه الابسوربشن. كمان أكيد يكون أحسن إنه بيقدر يتحمل acidic environment تبعت الستومك، فبالتالي بقدر إني أخده أورالي، لأنه دائماً الـ oral administration less invasive than for example لو أنا بدي أعطي as injection أو IM أو subcutaneous بضله less invasive. النقطة اللي بعديها should not be eliminated. طبعاً الـ elimination ممكن يصير عن طريق الميتابوليزم، يعني بمعنى آخر عن طريق الليفر أو عن طريق الإكسكريشن باي the kidneys، فبالتالي should not be eliminated so quickly so that they have time to exert their effect. بمعنى آخر هلأ كل ما كان الـ elimination مش أسرع يعني أبطأ بمعنى آخر، كل ما الدواء رح يضل في الجسم أكتر، فبالتالي بحكي إنه إله long half-life. طبعاً الـ half-life تعرف للدراج اللي هي الـ time اللي بياخده الدراج عبين ما الـ concentration في البلازما أو في الجسم كله يوصل لـ 50%. اوكي هذا بنسميه الهاف لايف للدراج. طبعا كل ما كان الهاف لايف اعلى بيكون احسن. ليش؟ هلا لما احكي لونج هاف لايف للدراج معناها الدراج حيضل في البلازما او يضل في الجسم لفتره اطول، فبالتالي الدوزنج فريكوانسي رح تقل. بمعنى بدل ما انا اخذ الدواء فور اكزامبل كل 4 مرات باليوم باخذه 3 مرات، مرتين او مره يوميا. طبعا هذا إلو إفكت على البيشنت كومبلينس، البيشنت كومبلينس أو البيشنت أدهيرنس أحيانا بنسميها، اللي هي مدى التزام البيشنت بالدايركشنز اللي حكى له إياها البريسكرايبر، فور إكزامبل الدكتور أو اللي هو الفيزيشن أو الفارماسيست. فكل ما كانت الفريكونسي أقل كل ما كان البيشنت كومبلينس أكيد أحسن، صح؟ النقطة اللي بعديها اللونج شيلف لايف، إنه يعني ما يخرب بفترة قصيرة، وكمان إنه يكون له convenient storage condition requirements. بمعنى آخر يعني الدرج ما يكون له إشي restrictions كتيرة، for example لازم أحفظه على درجة حرارة 40-50 سلسيس for example، يعني تكون الظروف ملائمة أو at room temperature هذا بيكون أحسن. low cost أكيد، minimal side effects، وحتى من ضمنها الألرجي، كل ما كان سايد افكتس أقل أكيد بيكون أحسن. has no significant effect على النورمال مايكروفلورا، وطبعا حكينا بتفصيل عن النورمال مايكروفلورا في مايكرو 1. وأخيرا البكتيريا أو المايكروبس ما تقدر تعمل له ريزيستنس easily. أوكي فهاي كلياتها البروبرتيز تبعت الايديال انتي مايكروبيال ايجنت. هلا السبيكترم اوف انتيبايتكس، هلا انت بحكي انه هذا الانتيبايتك له برود سبيكترم اوف اكتيفيتي لما يكون افكتيف اجينست ا وايد رينج اوف مايكرو اورجانيزمز اوف ديفرنت تاكسونوميك جروبس. يعني ممكن يكون في عندي انتيبايتك بيشتغل على كتير انواع من البكتيريا لكن كلياتها جرام بوزيتيف بكتيريا، هذا ما بحكي عنه برود سبيكترم، هذا بحكي عنه نارو سبيكترم. شرط انه كل هدول المايكرو اورجانيزمز يكونوا او المايكرو اورجانيزمز اللي بيشتغلوا عليه او اللي بيشتغل عليهم سوري يكونوا ضمن اكثر من تاكسونوميك جروب. يعني فور اكزامبل بيشتغل على جرام بوزيتيف، على جرام نيجاتيف، على مايكوبلازما، مايكوبكتيريا. ف
فهيك بحكي عنه إيش broad spectrum antibiotic. example على broad spectrum antibiotic في عنا tetracyclines. narrow spectrum بيكون effective against a small number of microorganisms أو single group. زي for example penicillin G أو isoniazide. isoniazide زي ما رح نشوف effective only against the microbacteria. هلا اذا عندي patient وانا عارفه ايش الانفكشس ايجنت اللي عنده، دائما بفضل اعطي نارو سبيكتروم انتيبايوتيك. دائما الكومون لازم اعطي نارو سبيكتروم انتيبايوتيك، لانه لما اعطي نارو سبيكتروم انتيبايوتيك هذا بيقلل البوسيبيليتي اوف برودوسينج ريزيستنس في المايكرو اورجانيزمز. زي ما كمان لما اعطي برود سبيكتروم انتيبايوتيك في عندي احتماليه اصلا انه انا اعمل ديستركشن للنورمال فلورا. لكن في عندي حالتين صوت راح دكتورة. ما بقدر إلا أعطي فيهم broad spectrum antibiotic. الحالة الأولى إذا أنا الـ patient حالته critical seriously ill، حالته خطرة وأنا مش عارف الميكروأورجانيزم اللي عنده أو الانفكشس ايجنت والديجنوسس رح ياخد وقت. بالعادة إحنا لحد الآن بنعمل ديجنوسس عن طريق الكلتشر في الـ hospitals. معظم الديجنوسس بصير عن طريق الـ الكالتشر، فبالتالي الكالتشر اتليست بده 24 ساعة. اوكي، فبالتالي حالة البيشنت ما بتسمح، فبروح بعطيه برود سبيكتروم انتيبايوتيك عبين ما اقدر اعرف ايش الانفكشس ايجنت اللي عنده. تاني حالة لما خلينا نحكي فور بروفيلاكسس للوقاية في حالة البوست اوبيراتيف انفكشنز، يعني مريض بده يدخل على عمليات. طبعا انا ما عندي اي فكره ايش المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن يتعرض لها اثناء العمليه، فبالتالي بفضل اعطيه برود سبيكتروم انتيبايوتيك بحيث يغطي اي نوع من انواع المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن يتعرض لها في اثناء العمليه. طبعا هون زي ما احنا شايفين في عندنا examples على broad spectrum و narrow spectrum antibiotics. زي ما احنا حكينا التتراسايكلين زي ما احنا شايفين بتغطي الجرام نيجاتيف، الجرام بوزيتيف، الكلاميديا والريكتيشيا، كلها هاي بتغطيها التتراسايكلينز. اذا بتتذكروا حكينا بمايكرو 1 كلاميديا والريكتيشيا هي عباره عن obligate intracellular bacteria. حكينا لكم for example isoniazide بس بغطي الميكوبكتيريا فقط. اوكي، فبنعتبره narrow spectrum antibiotic. مايكوبكتيريا إذا بتتذكروا حكينا اللي بيميزها عن الجرام positive والجرام negative إنه إلها thick cell wall و very hydrophobic، عبارة عن 60% lipid. الفوليفاكسنز زي ما إحنا شايفين بتغطي فقط الجرام negative bacteria. هاي السلايد بتوضح لنا أهم المودز اوف اكشن للانتي بكتيريال ايجنتس، رح نحكي عنهم بشكل عام وبعدين رح نبلش نحكي عنهم بالتفصيل. طبعا الانتي بايوتكس ممكن تكون بكتيريسايدال، لها بكتيريسايدال افكت يعني بتعمل كيلينج للبكتيريا، او بكتيريوستاتيك افكت بمعنى اخر انها بتعمل انهبيشن للجروث لكن ما بتقتل البكتيريا. طب ممكن حدا يسال، طيب اذا البكتيريوستاتيك ايجنت ما قتل البكتيريا، هو بس عمل inhibition للجروث، طب ما هو still microorganism أو pathogenic bacteria still موجودة في الجسم. أوكي، اللي رح يصير إنه immune system للهوست رح يدافع و suppose إنه لازم يعمل destruction و elimination للmicroorganism. أوكي، فهي بتساعد immune system إنه يقوم بعمله. هلأ في عنا 5 major modes of action للأنتيبكتيريال agents. والإشي inhibition of cell wall synthesis، اليوم رح نحكي عنهم إن شاء الله. inhibition of protein synthesis، disruption of cell membrane، inhibition of nucleic acid synthesis، وأخيرا action as antimetabolites. طب بالنسبة للcell wall inhibitors، هلأ
من وين جاي السلكتيفيتي تبعت السيل وول انهبيترز؟ اول شيء احنا بالنسبه للهوست از هيومنز السيلز تبعونا عباره عن يوكاريوتيك سيلز، بينما البكتيريا هاف بروكاريوتيك سيلز، هي عباره عن بروكاريوتيك سيلز. فبالتالي هذا الفرق بين التو سيلز، والبكتيريا بالعاده بيكون لها اكسترنال ريجيد سيل وول بعكس الهيومن سيلز. اوكي، فهون بصير ايش السلكتيفيتي. فبالتالي الانتيبيوتكس اللي راح تعمل ديسربشن راح تأثر على البكتيريال سيلز، لكن المفروض انها ما تأثر على الهيومن سيلز. اوكي، طب لما انا اعمل ديسربشن لعملية السيل وول سينثيسيس في البكتيريا، هذا راح يؤدي انه راح يصير لها لايسس لما تكون موجودة في اللو اوزموتيك بريشر الموجودة في البودي فلويدز. البكتيريا اللي بتشتغل سيل وول انهبيترز بنسميها البيتا لاكتامز. بنسميها بيتا لاكتامز لانه الستركتشر تبعها في النيوكليس في عنا شيء اسمه بيتا لاكتام رينج. البيتا لاكتام رينج هي عباره عن فور ممبرد رينج. اوكي، لاكتام بمعنى انه زي ما احنا شايفين هون هاللاكتام رينج موجودة في النص. اللاكتام رينج بيكون في عندي نيتروجين أتوم مرتبطة مع كاربونيل جروب، هذا هو اللاكتام، لكنها عبارة عن سايكليك لاكتام. أوكي، ومتكونة من فور أتومز، فهي اللاكتام رينج عبارة عن فور ممبرد لاكتام. أوكي، البيتا لاكتام انتيبيوتكس بتتضمن البنسلينز، سيفالوسبورينز، والكاربابينمز والمونوبكتامز. هلا نحكي شوي عن الميكانيزم اوف اكشن للبيتا لاكتام انتيبيوتكس. طبعا احنا بنعرف انه في من مايكرو 1 حكينا انه في لاير في السيل وول اوف بكتيريا، سواء الجرام بوزيتيف او الجرام نيجاتيف بنسميها البيبتيدوغلايكان لاير او الميورين لاير. اوكي، طبعا حكينا لكم هي عباره عن بوليمر. هذا البوليمر بيتكون من تشينز، هاي التشينز هي عباره عن alternating molecules of N-acetyl جلوكوزامين وان اسيتيل ميوراميك اسيد، يعني مره ان اسيتيل جلوكوزامين بعديها ان اسيتيل ميوراميك اسيد بعديها ان اسيتيل جلوكوزامين وهكذا. اوكي، لحد ما يصير في عندي تشينز. هلا هاي التشينز لازم تكون كروس لينكد مع بعض. اوكي، في بيناتها كروس لينكينج. الكروس لينكينج هاي بيصير عن طريق تترا بيبتايد. تترا بيبتايد معناها عباره عن تشين اوف فور امينو اسيدز. هلا الفور امينو اسيدز هدول بدايتها ونهايتها هي عبارة عن دي ألانيل دي ألانين ريزيديو. أوكي، هلا البيتا لاكتامز نحكي أنالوجس للدي ألانيل دي ألانين ريزيديو، يعني بمعنى آخر بتشبه بالستركتشر الدي ألانيل دي ألانين. أوكي، هلا في عندي إنزيم اسمه ترانسبيبتايديز إنزيم. هلا هذا الترانسبيبتايديز إنزيم أثناء عملية السينثيسس للسيل وول شو بيعمل؟ بيعمل كروس لينكينج لهذه الريزيديوز عشان يربط التشينز مع بعض، التشينز اللي حكينا عنهم قبل اللي هم عبارة عن الالترنيتنج مولكيولز اوف ان استيل جلوكوزامين وان استيل ميراميك اسيد. فأنا بدي أربط بين هدول التشينز عن طريق ترانسبيبتايديز إنزيم. واحيانا بسمي هذا الانزيم بسميه بنسلين بايندينج بروتين. طب هلا لما البيتا لاكتامز بتشبه الدي ال ان ال دي ال ان ريزيديو اللي هي عباره عن السبستريت للترانسبيبتايديز انزيم، فشو اللي بيصير؟ الترانسبيبتايديز انزيم بدل ما يرتبط مع الدي ال ان ال دي ال ان بروح بيرتبط مع البيتا لاكتامز. اوكي، لما يرتبط مع البيتا لاكتام انتيبيوتكس اوكي راح يصير في كروس لينكينج، لكن لانها مش السبستريت الاصلي فايش راح يصير؟ راح ينتج عندي ويك سيل وول. اوكي، فبالتالي زي ما حكينا they bind irreversibly to transpeptidase اللي هي البيتا لاكتامز، راح ترتبط irreversibly مع الترانسبيبتايدase وانهبيتد from كروس لينكينج البيبتيدوغلايكان تشينز، وبالتالي بتستمر عملية السيل وول سينثيسس، لكن رح ينتج عندي ويكر سيل وول، وهذا رح يؤدي ل اللايسس للبكتيريال سيلز لما أحطها ب هايبوزموتيك فلويدز. طب نحكي نبلش نحكي عن أول جروب اللي هي البنسلينز.
طبعا البنسلين هو أول أنتيبيوتيك اكتشف أول واحد من البنسلينز أو أول أنتيبيوتيك في العالم كان البنزل بنسلين أو البنسلين جي isolated من المولد اللي اسمه بنسليوم كرايزوجينوم، زمان كان اسمه بنسليوم بروتاتوم. طبعا مين اللي اكتشفه؟ ألكسندر فليمينج لما كان عم بزرع ستافلوكوكس أوريوس، فصار في كونتامينيشن للأجار بليت، وقع عليه شوي من هذا الفنجس أو المولد اللي اسمه بنسليوم كرايزوجينوم، فبالتالي أفرز البنسلين وعمل انهبيشن للستاف أوريوس. طب هلا البنسلين جي أو البنزل بنسلين administered parenterally لأنه بصير له degradation في الستومك، أوكي؟ فبالتالي بنعطى parenterally يا إما IV يا إما IM. البوتاسيوم سولتس بنعطوا as IV، لكن البروكين أو البنزاثين سولتس بتنعطى as IM. طبعا IM بالعادة بيكون له prolonged action، يعني اللي هي الإبرة الشهرية اللي أحيانا بياخدوها الناس اللي عندهم recurrent infections، بياخدوا إبرة شهرية من البنسلين as prophylaxis، أوكي، عشان تمنع الانفكشنز. طبعا احنا مش كل المعلومات رح تكون مطلوبه منا، لانه احنا بالنهايه ما عم ندرس فارماكولوجي، احنا عم ندرس مايكروبيولوجي، فبالتالي ما رح يهمني احكي كثير عن الانديكيشنز ولا رح يهمنا كثير السايد افكتس، احنا رح نذكرهم، لكن احنا بهمنا المايكروبيولوجي في الموضوع. طب بعدين اكتشفوا او قبل ما نحكي عن بنسلين في، بالنسبه لبنسلين جي افكتيف اجينست الجرام بوزيتيف فقط، فبالتالي بعتبره نارو سبيكتروم لانه unable to penetrate the gram negative cell wall. More specifically هو ما بيقدر يعبر عن طريق الاوتر ممبرين، حكينا الاوتر ممبرين هو موجود فقط في الجرام نيجاتيف بكتيريا، فيه بورز، فبالتالي بنسلين جي ما بيقدر يعبر البورز الموجوده في الاوتر ممبرين اوف جرام نيجاتيف بكتيريا. بنسلين في كمان naturally occurring بيشبه البنسلين جي، لكنه less acid labile، يعني بيتحمل الأسيدتي الموجودة في الاستومك، فبالتالي بيقدر ينعطى orally. طب هلا ندخل في السيمي سينثيتك بنسلينز. هلا صرنا نعمل chemical modification على البنسلينز، لها طبعا نفس النيوكليوس اللي هي البيتا لاكتام، لكن في لها different side chain، اوكي. طبعا هذا بضيف لها عن طريق chemical reaction. هلا في عنا الامبسلين والاموكسيسلين اسيد ستيبل، فبالتالي بقدر اعطيهم اورالي، والهم برودر سبيكتروم اوف اكتيفيتي دان البنسلين جي، فبتشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. في عنا الكاربنسلين تيكارسلين والبيبريسلين، هدول بسميهم برود سبيكتروم او اكستندد سبيكتروم بنسلينز، كثير بستفيد منهم في حالة السودومونس انفكشنز، لكنهم مشكلتهم انه بس بقدر اعطيهم بيرنترالي. طبعا السودومونس اذا بتتذكروا حكينا ورح نحكي عنها بالتفصيل اكثر في مايكرو 2، سودومونس اريجينوزا بتعتبر من السيريس والريزيستنت مايكرو اورجانيزمز، اوكي. هلا من المشاكل اللي بتواجه استخدام البنسلينز اللي هي انه البنسلينز ممكن يصير لها degradation naturally by enzymes بتفرزها البكتيريا. هاي الانزيمز بنسميها بيتا لاكتاميز انزيم. ليش بنسميها بيتا لاكتاميز؟ لانها بتعمل degradation للبيتا لاكتام رينك، بتعملها بريك، بتفتحها، فبالتالي بيصير في inactivation للدرج، اوكي. وبنسميها penicillinases لأنها بتأثر على البنسلينز، أوكي؟ لكن luckily بعض البنسلينز يعتبروا intrinsically resistant للبيتالكتاميزز، يعني بمعنى آخر هم أصلاً naturally resistant للبيتالكتاميزز أو البنسلينازز. هم example اللي هو الميثسلين. الميثسلين هو semi-synthetic agent اللي هو narrow spectrum of activity، بس بيشتغل على gram positive bacteria، ويستخدم في حالة البكتيريا اللي بتكون resistant للبنسلين. هلأ زمان
الميثاسيلين كان إشي كتير واو، كان يستخدم في حالات الـ كان الـ ultimate solution، يعني الحل الأمثل للـ treatment of resistant bacteria mainly الـ staph aureus، لحد ما طلع عندي strain من الـ staph aureus هلأ كتير مشهور اللي هو الميرسا أو الـ MRSA اللي هي methicillin resistant staph aureus، وهاي تعتبر برضو من الـ problematic bacteria اللي بتسبب كتير resistance. Other lactamase resistant penicillins اللي هي naturally resistant للpenicillinases، في عنا الأوكسيسيلين، كلوكسيسيلين والنفسيلين، كمان هدول سيم سينثيتك ايجنتس وكمان لهم نارو سبيكتروم اوف اكتيفيتي، mainly بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف بكتيريا، اوكي زي فور اكزامبل ستاف اوريس. هلا حل تاني لمشكلة البيتا لاكتاميزز other than اني انا استخدم ال naturally resistant penicillins، اني انا استخدم امنع الديجراديشن للبنسلين عن طريق اني اعطي اعمل كو ادمنستريشن كومبينيشن بين البنسلين وبيتا لاكتاميز انهبيتر، يعني احط معاه مادة تانية تعمل انهبيشن لهذا البيتا لاكتاميز انزيم. So for example في عنا الكلافيولانيك أسيد اللي دائما يستخدم مع الأموكسيسيلين اللي هو الأمكلان. الأمكلان هو عبارة عن ميكسشر أو كومبينيشن من أموكسيسيلين مع كلافيولانيك أسيد، وفي عنا كمان التزبكتام بينعطى مع البيبرسيلين. كمان مشكلة بتواجهنا مع البنسلينز، هلأ البنسلينز دائما تعتبر سيف نون توكسيك، أوكي، لكن في عنا نسبة 1-5% من الأدلتس are allergic to penicillins. في حالات كتير رير الـ في الاكستريم كيسز ممكن البنسلين الرجي كان ريزلت انه تسبب لنا انافلاكتيك شوك وبالتالي ممكن تسبب الدف. بالعاده كمان البنسلينز ممكن تستخدم بروفيلاكتيكلي زي ما حكينا تو بريفنت الانفكشنز بيفور سيرجريز، كمان زي ما حكينا الابره الشهريه كمان تستخدم از بروفيلاكسس للناس اللي بيصير عندهم ريكيرنت انفكشنز. بالنسبة للسيفالوسبورينز naturally occurring ones زي السيفالوسبورين C produced from الفنجس سيفالوسبوريوم أكريمونيوم له little antimicrobial activity، عشان هيك معظم السيفالوسبورينز المستخدمة هلأ عبارة عن semi-synthetic derivatives. هلأ لو بدي أقارن السيفالوسبورينز مع البنسلينز، السيفالوسبورينز لها broader spectrum of activity وكمان more resistant للبيتا لاكتاميزز اللي طبعا بسميها في حالة السيفالوسبورينز بسميها سيفالوسبورينيزز، اوكي. طب طبعا السيمي سينثيتك سيفالوسبورينز نفس السيمي سينثيتك بنسلينز بتختلف باختلاف السايد تشين، اوكي، اللي حتكون مرتبطة على البيتا لاكتام رينج. طبعا زي ما احنا عارفين السيفالوسبورينز تقسم لجينيريشنز الفيرست السكند الثيرد وفورث والفيفث جينيريشن، كل ما كان يصير في ريزيستنس لكل جينيريشن كان في يطلع الجينيريشن اللي بعده. هلا زي اي كيميكال موديفيكيشن بيكون هدفي منه اول اشي انه اعمل broadening للسبكتروم اوف اكتيفيتي، اوسع السبكتروم اوف اكتيفيتي، والشغلة الثانية اقلل من مشكلة اللي هي الدي اكتيفيشن او الانكتيفيشن اللي بيصير عن طريق البيتا لاكتاميزز. يعني بمعنى اخر كل جينيريشن السبكتروم اوف اكتيفيتي يكون اوسع من الجينيريشن اللي قبله، وكمان بيكون مور ريزيستنت للبيتا لاكتاميزز ذان الجينيريشن اللي قبله. هلا in general as a general rule، هلا احنا ما بدنا كل agent شو specifically the spectrum of activity، لكن as a general rule the first generation له better activity against the gram positive bacteria وشوي على gram negative، the second generation more active على the gram negative وشوي على the gram positive، okay، لكنه more resistant للbeta lactamases. the third generation زادت الاكتيفيتي على الجرام نيجاتيف اكثر لسه من السكند جينيريشن، وقلت على الجرام بوزيتيف بكتيريا،
هلا بالنسبه للفورث والفيفث جينيريشن صار في برود سبيكتروم اوف اكتيفيتي، يعني الفورث والفيفث جينيريشن مالهم بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. هلا زي ما احنا ملاحظين مكتوب الفورث جينيريشن يستخدم عاده في حاله الهوسبيتال اكويرد انفكشنز. اذا بتتذكروا حكينا عنه بمايكرو 1 حكينا الهوسبيتال اكويرد انفكشنز هي الانفكشنز اللي البيشنت بيلقطها من الهوسبيتالز او من اي هيلث كير فاسيليتي، وحكينا بتكون بالعاده مور سيريس ذان الكوميونيتي اكويرد انفكشنز، لانه بالعاده المايكرو اورجانيزمز اللي بتكون موجوده في الهوسبيتالز بتكون مالها مور ريزيستنت. ليش مور ريزيستنت؟ لانه اول شيء ممكن الشخص يلقطها من شخص مريض، اوكي، فبالتالي اكيد السترينز اللي جاي من شخص مريض بتكون مور ريزيستنت. هاي نقطه. النقطه الثانيه ممكن يلقطها من اي مكان في الهوسبيتال نفسه، اوكي، من جمادات في المستشفى. فاحنا معروف انه المفروض، طبعا احنا عم نحكي سبوز، انه المستشفيات مكان معقم ويستخدم فيه المعقمات هيفيلي بشكل متكرر، فبالتالي اي مايكرو اورجانيزم بيقدر يعيش في هاي البيئه اكيد حيكون ريزيستنت للانتيبيوتكس. فعشان هيك دائما بنعتبر الهوسبيتال اكويرد انفكشنز مور سيريس ذان الكوميونيتي اكويرد انفكشنز. وزي ما حكينا الـ 5th generation إلو very good activity against the gram positive and gram negative bacteria، بالأخص على الـ MRSA اللي هي المتسلل resistant staph aureus. هون في عنا مجموعة طبعا examples الـ drugs أكتر من هيك، لكن رح تتعرفوا عليه بالتفصيل إن شاء الله بـ Pharma 3. الـ 1st generation في عنا سيفلكسين، سيفردين، سيفادروكسل، سيفازولين و سيفالوثين. Second في عنا سيفاكلور، سيفبروزيل، سيفيروكسيم وسيفوكسيتين. Third سيفكسيم، سيفبودوكسيم، سيفتراكسون، سيفوتاكسيم وسيفتازيديم. Fourth في عنا سيفيبيم، والفيفث في عنا سيفترولين وسيفتوبايبرول. هلا زي ما حكينا ما بدنا نحفظ السبيكتروم لكل واحد لحاله، لكن خلينا نحكي in general. The first generation predominantly بيكون active against the gram positive وشوي على the gram negative. Second and third بتزيد the activity على the gram negative وبتقل على the gram positive. لكن the fourth and fifth generations حكينا يعتبر broad spectrum، بيشتغلوا على اثنين، على the gram positive وعلى the gram negative. طب هلا بالعادة سيفالوسبورينز لا تعتبر الفيرست دراجز في اي تريتمنت، اوكي، لكن بستخدمها في حاله لما يكون في عندي فور اكزامبل الايجنتس توكسيك، اوكي، او في عندي الرجي بتمنع استخدام الفيرست لاين ايجنتس، فبالعاده ما بتكون فيرست لاين تريتمنت. هلا بما انه السيفالوسبورينز structurally بتشبه البنسلينز، ف 4-15% من الناس اللي عندهم الرجي لا البنسلينز كمان بيكون عندهم ألرجي للسيفالوسبورينز، وهاي الفينومينا بنسميها cross sensitivity. هلا عشان هيك عشان to avoid هاي cross sensitivity، أي حدا عنده ألرجي من البنسلين مش لازم أعطيه سيفالوسبورين، أوكي، ممكن أعطيه أي agent آخر، بعدين رح نحكي عنهم إن شاء الله. هلا البنسلينز والسيفالوسبورينز exert their activity against the growing bacteria، وهذا الحكي كمان حكيناه بمايكرو 1. اي بكتيريا بتشتغل على processes في البكتيريا، سوري اي انتيبايوتيك، سوري اي انتيبايوتيك بيشتغل على processes في البكتيريا، زي فور اكزامبل سيل وول سينثيسيس، بروتين سينثيسيس، بيكون بيشتغل طول ما هي البكتيريا actively growing أو metabolically active. لكن لو عندي بكتيريا dormant داخل في حالة كمون، زي for example spores، أو أي بكتيريا يعني metabolically inactive، فبالتالي الـ antibiotic ما حيكون له تأثير كبير عليها، لأنه هو بيشتغل على process. فإذا process مش شغالة، أو خلينا نحكي الريت تبع process أقل، فبالتالي الـ antibiotic رح يكون شغله أخف على هاي البكتيريا. يجي نحكي عن المونوباكتامز. المونوباكتامز طبعا الدروج المعروف او الاكزامبل الدروج في هاي الجروب هو الاستريونام، افكتيف اونلي بس على الجرام نيجاتيف بكتيريا، فبالتالي هو
نارو سبيكتروم اوف اكتيفيتي، لكنه الحلو فيه انه بيشتغل على سيتومونس اريجينوزا، فهاي ميزه كبيره للاسترينوم. ما في كروس الرجي بين البنسلينز والمونوبكتامز او الاسترينام، فبالتالي بقدر اعطي الاسترينام لاي حدا عنده بنسلين الرجي. يوجوالي بتكون المونوبكتامز مور ريزيستنت للبيتا لاكتاميزز اكثر من البنسلينز، واكثر كمان من السيفالوسبورينز، لكنه ادمنسترد اونلي بيرنترالي بس في المستشفى. طب الكاربابينمز، الكاربابينمز highly resistant للبيتا لاكتاميزز. طبعا اشهر تو دراجز في هاي الجروب اللي هم الاميبينم والميروبينم، لها broad spectrum of activity، لهم التنين بيشتغلوا على البوزيتيف والنيجاتيف including كمان سيدومونس اريجينوزا. هلا للعلم، مش مطلوب لكن للعلم، هاي رح تاخذوا هاي المعلومه كمان في فارما 3، اميبينم usually co-administered مع سيلاستين. يعني دائما لما نعطي إيميبينم لازم نعطي معاه سيلاستين، هذا السيلاستين انهبت الإيميبينم ديجراديشن في الكيدنيز، لكن في حالة الميروبينم مش بحاجة أو ما بصير في ديجراديشن للميروبينم في الكيدنيز، فبالتالي ما بكونش بحاجة أعطي السيلاستين. كمان الكاربابينمز بس بيعطوه في الهوسبيتلز بيرنترالي. الفانكومايسن، الفانكومايسن هو عبارة عن لارج complex glycopeptide. لما احكي glycopeptide معناها هو بروتين، اوكي، وعم بحكي glyco يعني هو عبارة عن بروتين في له شوغر مويتي مرتبط مع شوغر، produced by soil bacteria بنسميها actinomycetes. الفانكومايسن طبعا هو، هل هو بكتيريسايدال ولا بكتيريستاتيك؟ حسب شو البكتيريا اللي بيشتغل عليها، فإله بكتيريسايدال اكتيفيتي اجينست الستافيلوكوكاي، لكن إله بكتيريستاتيك اكشن اجينست الانتيروكوكاي. الفانكومايسن من المعروف انه إله لارج سايز، فبالتالي اللارج سايز هذا بيمنعه انه يدخل البورز الموجوده في الاوتر ممبرين اوف جرام نيجاتيف بكتيريا، فبالتالي هو ما بيشتغل على الجرام نيجاتيف بكتيريا، هو افكتيف اونلي اجينست الجرام بوزيتيف بكتيريا. طبعا هو سيلول انهبيتر، فبالتالي بيعمل ديسربشن لنفس الشيء البيبتيدوغلايكان ستاتس، اوكي. هو بيرتبط نفس الشيء مع الدي ال ان ال دي ال ان ريزيديو فورمينج ا كومبلكس، فبالتالي هذا بيعمل انهبيشن لعمليه البيبتيدوغلايكان ستاتس. الفانكومايسين بس بينعطى بيرنترالي، هلأ في حالة واحدة بينعطى فيها أورالي هلأ رح نحكي عنها، كمان بس بينعطى في الهوسبيتلز لأنه needs continuous monitoring، لأنه إله side effects، أوكي، mainly إله two side effects اللي هم nephrotoxicity و autotoxicity. عشان هيك مش لازم أعطيه مع other antibiotics بتسبب هدول two types of toxicity، ومن المعروف إنه الأمينوغلايكوسايدز بتسبب nephrotoxicity و autotoxicity، فبالتالي ما بقدر أعطيه combination من أمينوغلايكوسايدز مع vancomycin. طب ولأنه إله هدول two types of toxicity كمان بعتبره last resort، يعني خلينا نحكي الخيار الأخير أو last choice في حالة البكتيريا إذا كانت resistant للother agents زي for example الميتسيلين والسيفالوسبورينز. يعني for example إذا عندي MRSA أو انتيروكوكاي، طبعا هدول resistant للميتسيلين والسيفالوسبورينز، وقتيها بلجأ للفانكومايسين. هلأ الفانكومايسين هو drug of choice، وفي هاي الحالة بينعطى فيها أورالي لكونديشن سبق وحكيت لكم عنها بمايكرو 1 اللي هي سودوممبرينس كولايتس. هلا هاي شو قصتها؟ إذا بتتذكروا حكينا في عندي بكتيريا في موجودة في الكولون، أوكي، اسمها كلوستريديوم ديفيسايل، هي كومن مش عند كل الناس لكن موجودة، أوكي، في الكولون. هلا هي موجودة بنسبة كتير قليلة. تفرز two types of toxins بالعادة naturally normally بتفرز two types of toxins cytotoxin و enterotoxin. حكينا enterotoxin معناها بسبب toxicity للenteric cells، أما لما أحكي cytotoxin فهو toxic لكل أنواع cells، okay. طب هلا لما في الأحوال الطبيعية لما يكون الconcentration تبع هاي البكتيريا قليل، فبالتالي هدول الـ concentration لهدول الـ two toxins بيكون قليل، فبالتالي ما رح يسبب مشكلة. لكن وين بتصير المشكلة؟ بتصير لما الشخص ياخد broad spectrum antibiotic
البرود سبيكترم انتبيوتيك راح يقضي على معظم انواع البكتيريا الموجوده في الكولون. مين راح يضل؟ راح يضل الريزيستنت مايكرو اورجانيزمز زي الكلوستريديوم ديفيسايل. هلا لما يصير في عندنا سبيس كبير في الكولون هي عباره عن اوبورتونستيك مايكرو اورجانيزم، ومن المعروف ان الاوبورتونستيك مايكرو اورجانيزمز لما يصير في عندها سبيس او فرصه راح تتكاثر بشكل كبير، اوكي؟ وهذا راح يعمل شيء سميناه سوبر انفكشن. طبعا لما تتكاثر بشكل كبير فبالتالي الكونسنتريشن تبع هدول التو توكسينز راح يزيد كثير، وحكينا لكم وقتها انه الانتيروتوكسين لما يزيد راح يسبب كونديشن سميناها الاي اي دي انتيبيوتيك اسوشييتد دياريا. هاي مش مشكله كثير كبيره، لكن المشكله الكبيره مع السايتوتوكسين اللي راح يسبب كونديشن سميناها سودوميمبرينس كولايتس. ملخصها انه بصير في سلافينج لللايننج تبع الكولون، بتصير تتسلخ بطانه القولون، بتصير تتسلخ وبينتج عنه بلاديستول. هلا البانكومايسين قعد فتره كثير طويله ما في ريزيستنس لإله لحد ما طلعت عنا الفيرسا اللي هي البانكومايسين ريزيستنت ستافلوكوكاي أو ستاف أوريس. آخر ايجنت راح نحكي عنه بالسيل وول انهبيترز اللي هو الباسيتراسين. الباسيتراسين هو ميكستشر of cyclic polypeptides، يعني معنى آخر proteins، okay. produced by bacillus bacteria وإله bactericidal activity. طبعا هو سيل وول انهبيتر فبيعمل disruption لنفس الشيء البيبتيدوغلايكان synthesis. Highly effective against the gram positive bacteria كمان. كمان له high toxicity nephrotoxicity للكيدنيز يعني بمعنى آخر. فبالتالي معظم استخدامنا له للناس اللي يعني بتشتغل في الصيدليات بتعرف انه كتير يستخدم topically في السكن preparations أو ممكن حتى في the mucous membranes. هيك بنكون خلصنا أول محاضرة في chapter the antimicrobial therapy. في حد عنده أي سؤال؟ سامر كان عندك سؤال بس أنا ما فهمته. سامر أو أسامة؟ مش متأكدة. جاوب على السؤال. أوكي تمام. طيب حد عنده أي سؤال؟ طيب متى الكويز؟ خلينا بلكي الخميس بحدد لكم اياه ان شاء الله. انا عندي سؤال انا بدي اسالكم. كيف هلا حكيت لكم هلا عن الفانكومايسين صح؟ حكينا الفانكومايسين ما بينعطى الا اي في، اوكي بيرنترال. ليه في حاله السودوميمبرينس كولايتس بعطيه اورالي؟ ليش؟ اللي عنده جواب بيرفع ايده. عشان يوصل للقولون. طب ما هو ما رح يصير له absorption صح؟ ما رح يصير له absorption صح؟ ميس دكتورة اجاوب؟ اجاوب اوكي. دكتورة لا، لحتى يوصل local بالضبط هون في هاي الحالة بيشتغل لوكالي. هلا هاي الحركة احيانا بنعملها لما يكون الدواء ما بيصير له ابزوربشن والانفكشن اللي عندي جوا الكولون، جوا اللومن يعني جوا تجويف الكولون، اوكي؟ فانا بدي الدواء يشتغل في هذا التجويف، انا ما بدي اياه يصير له سيستميك ابزوربشن. فبالتالي هاي الديس ادفانتج بتتحول لميزة، اوكي؟ انه هو ما بيصير له ابزوربشن فبيضله في اللومن تبع الكولون، فبالتالي في هاي الحاله بيشتغل لوكالي. مفهوم؟ طب حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ سوري يا اسامه معلش. طب
حد عنده أي سؤال تاني؟ طيب إذا ما في حدا عنده أي سؤال يعطيكم العافية.